مادام هذه الميناءات راه يحكمها النشاط التجاري وراه تسيرها شركات تجارية، سوف ندرس مع زميلي وسيلة قانونية للتسيير المباشر لهذه الميناءات، بحيث نقترح أو نضع نظام قانوني يسمح بأن يكون المسير وأن يكون المهني وأن تكون الجمعيات هي التي تساهم في تسيير هذه المساحة وتحل المشاكل نتاعها بنفسها. وكذلك ربما لاحظتوا هناك دور كبير راهم يلعبوا فيه جماعة تاع البيئة، قلنا كذلك المديريات الولائية أو الهيئات على مستوى الولاية تكون شريكة في هذا التسيير، وبالتالي نترك التسيير محليا لا ينتظر القرارات المركزية.